بسم الله الرحمن الرحيم. وثمود الذين جابوا الصخر بالوادي، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صبت عذاب، فإن ربك لبالمرصاد. قبل ما ندخل في تفاصيل قصة ثمود ونبيهم صالح والتفاصيل، خلينا نرجع شوية بالتاريخ بعد الطوفان العام، وتحديدا إرسال بن نوح الذي استوطن جنوب الجزيرة العربية. جاله ولد يقال له إيرم. إيرم جاله طفل سماه عوز، وعوز جاب عاد، ومنه جاءت قبيلة كاملة على اسم قبيلة عاد. سكنت في مدينة الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية، والقبيلة هذه تعتبر من القبائل العربية البائدة، يعني اليوم لا نسل لهم، لأن الله أبادهم بسبب كفرهم. قصة عاد هي حقتنا اللي فات، ما تنسوش ترجعوا تفرجوا فيها. بعد هلاك قوم عاد ظهرت قبيلة عربية أخرى يقال لها قبيلة ثمود، وقبيلة ثمود تعود لثمود بن جعفر بن إيرم بن سام بن نوح عليه السلام، هذا النسب اللي ذكره الطبري. وقبيلة ثمود كانوا موجودين في الجزيرة العربية، تحديدا في مدينة حجر. مدينة حجر هي مدينة جبلية ومليانة بالصخور، وموجودة اليوم هذا باسم مدائن صالح. قبيلة ثمود رب يرزقهم من الخيرات الكثير ومن الأرزاق أفضلها وأحسنها، وأيضا يرزقهم بقوة جسمانية كبيرة كما أولاد عمهم من قوم عاد، لدرجة أنهم كانوا يبنوا بيوتهم في الجبال، وتحديدا كانوا يحفروا جبل ويبنوا في وسطه، يبنوا في وسطه القصور، قصورهم مازال موجود لليوم كما قال في مدائن صالح. ممكن يكون القائد علاش تعب زيد؟ علاش ما هيش بيوت عادية؟ تيل وحجارة وقش؟ يقالوا إنه قوم ثمود كانوا عارفين إنه كانت قبلهم قوم يقال له قوم عاد، وعارفين إنه قوم عاد أغلقوا بسبب الريح، فهم بينهم وبين أنفسهم قرروا إنهم يبنوا بيوت في وسط الصخور، لأن من قوم عاد أغلقوا بالريح، وبيوتهم كانت من تيل ورمل، فما تحملتش الريح وبالتالي ما نجمتش تحميهم، فقرروا هما إنهم يبنوا في وسط الصخور لأنها أكيد أقوى. طبعا قوم ثمود في بدايتها كان الوحد النار سبحانه وتعالى، لكن مع مرور الوقت بدأوا يتكبروا ويشوفوا أنفسهم ويشوفوا رواحهم على كل الناس الموجودين في الأرض وقتها، لأنهم كانوا الأقوى بدنيا، وحتى أيضا من ناحية الخيرات والنعم والمواشي كان عندهم من أفضلها وأحسنها. المهم هذه هي الطبيعة الاجتماعية باختصار اللي كانوا قوم ثمود يعيشوا فيها. على كل مرة الأيام ووسوس الشيطان المجموعة من وجهاء قبيلة ثمود، علاش ما تبنولكم جبال؟ شوفوا بعينيكم وتعبدوا. فراحوا الوجهاء هذوما للملك بتاعهم وملكهم اللي يقال له جندع بن عمرو، وعرضوا عليه الفكرة. ملك فرح وعجبته الفكرة وقال لهم ايجوا ننحتوا صخرة معينة على شكل إله. صنعوا ثمود من هذه الصخرة إله، وكان شكله غريب نوعا ما. حطوا في البداية لهذه الصخرة عيون، ثم عملها صدر كيستغرسوا، ثم نحتوها جديد حصى، من بعد زينوها بالمجوهرات والذهب، واجتمعوا كلهم أمامها وسجدوها، سجدوا لهذه الصخرة اللي شكلوها على هيئة صنم. ومرت الأيام وما اكتفوش بالصخرة، بالعكس قرروا يعملوا معبد للأصنام، ويحطوا في المعبد هذا سبعة أصنام. وفي ظل هذه الأحداث المجنونة اللي قاعدة تصير في قوم ثمود، كان النبي صالح عليه السلام موجود، كان فعلا رجلا صالحا كاسمه، وكان يشتغل في التجارة، وقوم ثمود كانوا يحبوه حبا جما، وعارفين انه رجل امين وصادق، لدرجة انهم كانوا ناويين انه بعد موت الملك ينصبوا صالح كملك، وهذا يبين شدة حبهم ليه. كسر النبي صالح العمر 40 تلقى النبوة، ونزل له جبريل عليه السلام وقال له يا صالح قم وبلغ قومك بالتوحيد، وقال له أيضا يا صالح أنت ستشهد أحوال لم تكن في زمن نوح ولا في زمن هود. وبدأ رحلة الدعوة لله،
وأول شخص دبي نبي صالح عليه السلام هو ملكهم الملك جندع بن عمرو. بدأ يدعو إلى التوحيد وعبادة الله، وجندع كان رجل عقلي نوعا ما، وتقبل كلام النبي صالح وقال أنا محتاج أني نبلغ كلامك للقوم. خرج الملك باش يكلم القوم، لكن القوم قالوا لا، ما نحبوش نسمعوا منك، نحبوا نسمعوا من صالح نفسه ونشوف ايش هي الموضوع اللي عنده، خليه يجي هو ويكلمنا. اجتمع النبي صالح عليه السلام بقومه وقال لهم كما ورد في سورة هود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا قوم أعبد الله ما لكم من إله غيره، وبدأ يفهمهم معنى التوحيد وقال لهم الأصنام اللي بنيتوها بأنفسكم لا تضر ولا تنفع، لكن ما آمن به إلا قليل. لنشأ خلاف بين غالبية قوم ثمود وبين النبي صالح، ومن بعد ما كانوا يحبوه ويحبوا أخلاقه وحابين يحطوه ملك عليهم، الآن انقلبوا ضده وصاروا يتهموه بتهم غالبة. ومن هذه التهم إنه عامل الموضوع هذا الكل باش يسرق لهم أموالهم، يعني ادعى النبوة باش يصبح غني، وكانوا يلقبوه بالمسحور، وكانوا يقولوا في حجج كما يا صالح احنا عندنا أصنام نعبدوها ونشوفوها بعينينا، فأين ربك الذي تدعونا إليه؟ فإذا فعلا يا صالح كانت نبوءتك صادقة فأعملنا شيء نعبده حتى بشر مقبل. ومذكور في سورة الشعراء كي كان المقاوم ثمود صالح وقالوا له ما أنت إلا بشر مثلنا فآتنا بآية إن كنت من الصادقين. في اجتماع الاجتماعات النبي صالح مع وجهاء قومه وملكهم، قام الملك وقال له اسمع يا صالح، إذا تحب تصدقوا خرجنا من صخرة الكاتبة، كان عندهم صخرة يسموها الكاتبة، خرجنا منها ناقة لونها أحمر وعلى وشك الولادة، ويكون لون ولدها أيضا بنفس لونها. فقاموا أيضا بعض الناس اللي كانوا جالسين مع الملك يحبوا يسخروا من النبي صالح، وقالوا له لازم يكون أحيانها في الصيف بارد وفي الشتاء حار، وأيضا إذا شرب منه مريض يشفى، وحتى إذا شرب منه فقير يستعمل. كان يقولوا له في الكلام هذا إبداعي السخنة، فما كان النبي صالح إلا أنه يجمع قوم ثمود عند الصخرة اللي طلبوا منه أنه يخرج منها الناقة، وبقى يدعي لله سبحانه وتعالى، وفجأة أمام أعلى المسمع الجميع بدأت تخرج أصوات الولادة من الصخرة، كل مرة الصوت يزيد أقوى، إلى أن خرجت من هذه الصخرة ناقة، ناقة ضخمة جدا وبنفس المواصفات اللي طلبها الملك. أول ما شاف الناقة قاعدة تخرج من الصخرة هذا الحدث الغريب جدا والإعجازي، ذهب الملك إلى النبي صالح وآمن به، وتبعه في ذلك 100 رجل آخر. لكن مازال برشا اللي شافوا المعجزة قدام عينيهم كانوا رافضين انهم يصدقوها ومصرين انه هذا سحر، وخصوصا انه رجل منهم كانت وظيفته في قوم ثمود هي انه رئيس الاصنام والمعابد المسؤول عليهم الكاهن الاعظم يعني، وبصراحة عنده حق. كان الناس الكل تؤمن بمعجزة النبي صالح هو بشق بطال، فقام للملك جندع وازال عنه التاج ووضعه على اخوه، واصبح اخ جندع اللي ما آمنش بالنبي صالح هو الملك، أما عن جندع فأصبح من أكثر المناصرين للنبي صالح. على كل حال النبي صالح حذر قومه من أنهم يسيئوا لهذه الناقة أو يقتلوها أو يذرها. قال الله تعالى في سورة هود عن قول صالح: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. قال لهم أيضا هي تشرب يوم وأنتم تحلبوها في اليوم الذي يليه. وطبعا الناقة هذه من ضخمتها كانت قطاعة في الحقول الحيوانات والأنعام الكل يغلو خوفا منها. لهنا انزعجوا بعض الأشخاص من قوم ثمود واللي هم أصلا كارهينها الناقة ويحبوا يقتلوها لكنهم يستناو لسبب مقنع. فقال رجل اسمه قدران بن سالف قتل الناقة وأقنع 8 أشخاص لمساعدته في ذلك. فاجتمعوا 9 وشدوا رحال الناقة من أجل قتلها. فعلا هذا اللي صار، مع أن الناقة هذه كان جدا مثير، قوم ثمود كلهم كانوا يشربوا من حليبها، وأيضا كان اللي يشرب من حليبها كما طلبوا يشفى إذا كان مريض،
لكنهم قرروا الاستثناء عن هذا الكنز العظيم. المهم هذوما 9 أشخاص بعد ما اقتتلوا أو عقروا الناقة مشيوا للنبي صالح وكل جرأة قالوا له رينا العذاب اللي كنت وعدنا به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا يا صالح آتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. كانوا يتحدوا نبي الله جهرا وصراحة. ولهنا جاءهم وعد الله وذلك على 3 أيام. في اليوم الأول كل قوم ثمود اللي كفروا اصفرت وجوههم، في اليوم الثاني أحمرت، واليوم الثالث اسودت. كانت هذه الأيام هي يوم الأربعاء والخميس والجمعة. وعلى فكرة العذاب كان ديما يبدأ يوم الأربعاء صباح في كل الأقوام اللي هلكهم ربي. مع بداية اليوم الرابع كل ينابيع الأرض تحول لونها للون الأحمر، وأيضا أشجار قوم ثمود تحول لونها من الأخضر إلى الأحمر، وكل شيء بدأ يدعو إلى الغرابة. الشجر لونه أحمر والماء لونه أحمر. فقام قوم ثمود وقالوا هذا صالح قاعد يسهر فينا، وقالوا إنه باش يمشوا يخطبوه. لكن الله سبحانه وتعالى أوحى لنبيه صالح والذين آمنوا معه أن يخرجوا من مدينة حجر، وكان عددهم حوالي 4000 شخص ما بين ذكر وأنثى. وبعد ما ذهبوا قوم ثمود إلى بيت النبي صالح شكثوه لم يجدوا. لهنا أتتهم الصيحة، وهذه الصيحة وصفها فخر الدين الرازي بأنها صيحة فجرتهم من الداخل من قوتها وفزعتها، وأصبحت مدينة حجر مدينة مهجورة. والنبي صالح عليه السلام قال لقومه المؤمنين اللي معاه اذهبوا إلى حرم الله إلى مكة. وطول ما هم متجهين لمكة كانوا يكبروا ويسبحوا لله. وهذه تقريبا نهاية قصة النبي صالح وقوم ثمود، وهي أيضا نهاية حلقة اليوم. إذا عجبتكم ما تنسوش الإعجاب والاشتراك ونشر الحلقة بين أصحابكم، ونتقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية في نفس التوقيت. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.